يا مينا، خليني اشرح لك احسن بفيديو كده ايه الدنيا وايه المطلوب. مبدئيا الانترو ده حلو قوي، جميل جدا جدا. الدوتس دي يا مينا انا احس شويه ان احنا كاننا بالظبط سارقين الكليب، يعني كانه باين فعلا ان احنا سارقين الكليب. فشوف لها حل يا مينا، انا مش مبسوط لها خالص. بتعدي اللي طلعت دي ما لهاش اي علاقه باي حاجه خالص، بلس انها مبكسلة والحركة بتاعتها مستفزة. يعني ممكن تفكر لها في فكرة تانية. لما أكون تعبان فنيجي للدوتس دي، الدوتس دي أرحمي هي اصلا ملخبطة، انا مش فاهمها. الدنيا. بصي مثلا هنا 4، هنا 6، لما أكون هنا 5، وأوريدي هي مبينة ان احنا سارقين أرحمي سارقينها من الكليب التاني. وبعدين هنا الشرط مختلف عن الشرط هنا، والسبيسنج هنا غير السبيسنج هنا، بلس انه بقية الاليمنتس كلها مبكسلة زي ما انت شايف كده. يعني انت لو لعبت زي الايد دي كلها وزي بتاع واحدة برضو بتاعت المسيح كده واقف فيها شادوز، هتبقى حلوة قوي. هنا برضو في الحتة دي لطيفة، الكرة اللي انت حطيتها دي جميلة، والأبيض اللي تحت ده ممتاز. اللي دخل ده في النص ملوش أي فايدة، عمل بس انترابشن عالي بطريقة غير طبيعية في الكليب، فمحتاجين نشيله. بص هنا مثلا دي البتاعة دي ضايعة خالص، مبكسلة. الدوتس هنا زي ما بقولك 3 أشكال من الدوتس، وانا مش فاهم. يعني عارف في الكليب حتى كانوا عاملينها خطوط مستقيمة، يعني عاملين كده 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 كده، لكن دي ما تفهمش ايه السيكونس بتاعها. يعني حتى لو كنت مشيت كده كنت ماشي دي كده العكس بتاعها، وكنت جبت دي شوية، مش عارف، حاسس انه في لخبطة ما. يعني لو هي ماشية كده كده المفروض ارجع اوصلي لك دي تيجي في الحتة دي بقى، تيجي في الجنب ده، او لو انت عايز تقلبها دايرة كده هات دي هنا، مش عارف. والبتعدي دي طبعا زي ما قلت لك ملهاش فايدة في الحياة. برضو حاجة تانية انه السبيسنج ما بين دي وما بين دي مش زي السبيسنج ما بين دي وما بين دي، حاسس مش مريحاني. عارف لو واحد مدقق شوية زي كده يحس ايه ده، دي ألمى نفسيتي ان دي منظرها كده بحجمها، ودي منظرها كده بحجمها، ودي منظرها كده بحجمها. الانيميشن لطيف، الحركة بتاعت الترنيمة لطيف قوي وماشي جميل. هي دي بتاعت المسيح اللي بقولك عليها، في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. احنا لو عرفنا نعمل باقيين كلهم كده ليها شادوز كده لطيف، ده هتبقى جميل قوي. بس بقيت الحاجة اللي انت مختارها محتاج إعادة نظر. يعني فيها، يعني دي لو فيها شادوز هتبقى فظيعة. ودي كمان لو فيها شادوز هتبقى حلوة قوي. هنا بقى ليه دي بالاسود يا مين؟ يعني ما كله ماشي ابيض، اشمعنى دي اللي جت اسود؟ بص بقى هنا في النهاية الجميلة دي عايزين اللوجو بتاعنا هو اللي يطلع لقدام في النص كده، ودول بقى يختفوا خلاص. يعني يجي بقى انيميشن كده في النص ودول خلاص يختفوا الباقي، ويتحط اللينكات بتاعتنا احنا خلاص. شكرا يا مينا، متشكر ليك اوي.